جناح عبد الرحمن متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي تكديف تزناخت للزربية الوزقتية. احنا تنتواجدوا في واحد المقر اللي اعطته مؤسسة محمد الخامس مشكورة. هاد لوكال هذا اعطته لنا باش نسهلوا المأمورية على التعاونيات الموجودة في المنطقة باش نسوقوا المنتجات ديالهم. وتزناخت معروفة بالموروث الطبيعي اللي هو الصوف ديال سيروا اللي فيها تقريبا واحد العدد ديال الكسابه حتى 3000 كساب واحد اكثر من 50000 راس ديال الغنم. هاد الغنم هما صغار وفيهم ديك الصوفه الزغبه طويله. على حسب الخبراء تيقولوا واحد تقريبا تتبدا الصوفه من 12 سنتيمتر 36 سنتيم، وعندها العينين تتشد في الصباغه الطبيعيه. وهذه الصوفه هي ثالث صوف من ناحيه الجوده من بعد نيوزيلاند واستراليا. وكاين الموروث الثقافي اللي هو الرموز اللي تتوجد في هذه الزربيه هذه، وتتعبر فيها المراه عن المحيط ديالها البيئي والاجتماعي. مثلا تلقاو الجمال تيصبر بحال المراه، تدير تخدم في الدار، تخدم في الفدادن، وتخدم في الزربيه. تلقاو بعض المرات لا غبدو لا في شجره الحياه موجوده في الديانات الثلاث. تلقاو الحيوانات، الناس الانسان الامازيغي تعيش مع الحيوانات. والزربيه هي اكبر حي من حيث النساجات في افريقيا، تقريبا واحد 22000 نساجة اللي فيها تقريبا 5 الجماعات البلدية ديال تزناخت، جماعة ويسلسات، جماعة زناقة، جماعة سيروا، وجماعة خزامة. وكاينين الجماعات الاخرين اللي كاينين اللي دايرين بتزناخت اللي تابعين لاقليم تارودان، بحال اسايس، بحال زاوية سيدي الحسين، بحال بزاف ديال الجماعات، بحال الوغوم وتليت اللي تابعين لطاطا، بحال امر زكان، ايت زيمب، وتلوات اللي تابعين الورزازات. المهم هاد المنطقه معروفه بالزربيه الوزقتيه اللي تتبدا من تبقى حتى التخم ديال الزقوره. وعلى حسب الخبراء اول زربيه بدات من جماعه من قبيله تماسين، وكانت الزربيه ديال تزناخت ما تتبع ما تتشرى، كانت غير تتعطى في الهدايا وتتعطى في الاعراس. ومن اللي جاوا الموحدين هما اللي تيستعملوها باش يفرشوها ويستعملوها في الفراش. من بعد جاوا المعمرين هما اللي صنفوها باش تكون هذا قلاوي، هذا هذه وزقيت، اخني في لحقاش كاينين 5 انواع ديال الزرابي.
وكل قبيله وداك الشيء اللي ديروا الرسوم، وما عمرك تلقى جوج زرابي بحال بحاله، سبحان الله بحال الطابلو، هي بمثابه كتاب. الزربيه دوماج ما تتهضر، كل عائله تتفرغ فيها داك الشيء اللي عندها في ذاتها وتديروا في الزربيه. وهنا القلاوي اللي فيه ثلاثه العقده وفيها التصاج وفيها الروبروداج، وكانت تطوى على جوج تدار فوق الجبل ولا فوق البغل دو فونكسيون، من بعد تتحل تكون بحال زربيه. كاين اخني في السلهام اللي تيتخدم وميم طون بحال زربيه، وعندها واحد العين بحال ضد العين لو كونتر موفيزي كي تيقولوا النصارى. وفيه الثقافه حتى ديال اليهود وديال المغاربه لحقاش كاينين عايشين في المنطقه من قبل. وزربيه الطزناخت مشكورين، تنشكروا السيد العامل اللي بدلو واحد المجهود باش دار لنا واحد يونيتي هنا، واحد الوحده اللي تعطات دابا وصلت 50% باش يدار فيها الخيط ديال سيروا. كنا تنستوردوا تنديروا الخيط، ولكن الخيط ديال هنا ما تستعملش 100%، يلا 21% تنجيبوه من مراكش ومن الرباط، ولكن دابا بدات هذه الوحده باش تفكنا واحد 70% ديال المشاكل ديال الخيط غادي دار فيها الخيط ديال جبل سيروا. وهاد الوحده هذه فيها تقريبا واحد 9 شركاء، وتنشكروهم على المساهمه ديالهم وباش يعاونوا باش ما باش تنقرض هاد الموروث الثقافي والطبيعي ديال المنطقه، واللي هو مصدر العيش ديال جميع الساكنه. شكرا.